يعني زي ما حضراتكم شايفين كده يعني الايد الشقيانه كسبانه كسبانه وشبعانه وشبعانه. ما بتكسفش من حاجه وبروح هدومي مشحمه وايدي وعلى فكره وبغسل ايدي بالكرور عشان الحاجات دي تطلع. بسلم شغل. بسلمي شغل. اه كلميني كده الاول عرفيني بيكي يعني عندك كام سنه وايه مجال شغلك؟ والله بص عندي 33 سنه مجال شغلي الخرده. مجال شغلك الخرده. قولي لي يا دعاء. ايوه انت قد ايه في المجال ده؟ بقالي مدة يعني مش قليلة يعني حوالي 4-5 شهور مثلا. 4-5 شهور. قولي لي طب يومك بيمشي ازاي معاك؟ بص ايه اولا يعني ايه يعتبر انا مش انا اللي بسلم الشغل يعني يعني جوزي هو جوزي اللي مسؤول عن تسليم الشغل. قولي لي ايه ده؟ دي خرده. خرده؟ اه دي راس دي راس صبابات بتاع التوك توك. اللهم صل على النبي. ده برضو من التكاتك كل دي حاجات التكاتك. ديت بتاعت ورق الدبرياج قله. كده ده ورق دبرياج كله. ورق دبرياج. دي بساتن بقى. بساتن بس بتاعت مكان قديم. قولي لي يا دعاء ما كسبتيش يعني ما كسبتيش ان دي شغله رجاله وانت نزلتي تشتغلي؟ والله بص حضرتك هي ما فيش حاجه تكسب طالما مش بعمل حاجه غلط ما فيش اي حاجه تكسب. اللي يكسب ان انا اقول لحد اديني. وريني ايدك يا دعاء. خدها اهي. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده يعني الايد الشقيانه كسبانه كسبانه وشبعانه وشبعانه. عايزك تقولي للشباب يا دعاء اللي بيقولوا يعني الشغل عيب مريو بايدك كده. والله ما في حاجه عيب اكتر من ان ايد ست تبقى كده وبعد ما بغسلها بتبقى دي كلها جروح. لا ما فيش حاجه عيب وما فيش حاجه اسمها ما فيش شغل ما فيش ما فيش اللي عايز يشتغل هيشتغل. انا بدات براس مال قليل الحمد لله يعني على نعمه ربنا. قولي لي يا دعاء بتصحي الساعه كام وتشتغلي؟ بصحى 6:30 6:30 الصبح اودي مدارس وارجع انام ساعه وانزل اجيب عيالي تاني بعد الظهر. بنيجي مثلا هياكلوا لقمه كده لو حاجات خفافي كده يعني. قولي لي بقى يعني انا شايفك متبهدله في الشارع. مش بهدله والله ده دي ده شرف. توفقي بين البيت والشارع ازاي؟ الله الحمد لله وست بيت شاطره وبعمل اكل لاولادي وكل حاجه. يا رب تعملي اكل ايه؟ كل حاجه محشي مكرونه بشاميل كل انواع الطبيخ. طيب هل في يوم وريني ايدك كده جوزك او اولادك قالوا لك يا ماما ايدك عامله كده ليه او الميكانيكا او الشحم او الكلام ده؟ لا ما انا جوزي معايا في نفس المهنه يعني احنا مع بعض انا يعتبر هو اللي بيسلم الشغل على طول انا اللي يعني المره دي هو طبعا مش فاضي فانا جيت مكانه استسلم الشغل. تمام دلوقتي يعني في شباب بتقول الشغل عيب يا ضعاء. والله مش عيب يعني زي ما بيقولوا كده اهالينا زمان ما عيب الا العيب. انا مش ما بتكسفش من حاجه وبروح هدومي مشحمه وايدي وعلى فكره وبغسل ايدي بالكرور عشان الحاجات دي تطلع. يعني برضو يعني انا كست بيت لو ساعه في اليوم ست ساعات مثلا ست ساعات ست ساعات لو نازله بلف على شغل كمان بتوصل لست ساعات. عندك اولاد؟ معايا 3 اولاد. احكي لي بقى يومك بيمشي ازاي دعاء يعني انت بتصحي دلوقتي تودي الولاد المدرسه ولا تنزلي على الشغل ولا تعملي ايه؟ والله بص هو يومي روتين متكرر يعني ممكن مثلا بعد ما اخلص كده في تسليم الشغل اروح الم شغل تاني يعني اروح اخد ميزاني مثلا وشويه شويله ونفضل نلف على شويه شغل يعني ويا عالم جبنا او ما جبناش. قولي لي يا دعاء بقى في حد تنمر عليكي او جاي او شغل رجاله او كده؟ بص والله العظيم يعني ايه ما انا دايما في الشغلانه دي ان شاء الله مولد عبد الغفور البرعي ان شاء الله دعاء قبل ما اقفل معاكي انا عايزك توجهي رساله لكل شاب قاعد على القهوه بيقول الشغل الشغل الشغل. انت بتشتغلي ايه وريهم؟ يعني انا بشتغل بتاعت خرده الشغلانه عجباني جدا ومبسوطه بيها واهم حاجه ان انا ما اقولش لحد اديني جنيه وما اقعدش على القهوه استنى حد يسلفني جنيه. لا انا اشتغل بايدي وانزل واشوف اكل عيشي لا عيب ولا حرام ان اقف مع جوزي ونبقى ايدنا واحده يعني انا وهو كتف واحد ويعني انا بقالي دلوقتي داخله على 15 سنه جواز
يعني ربنا يخليهولي، احنا اخوات وصحاب وحبايب، ودايما يا رب كتفنا في كتف بعض. احنا نزلت وقفت انا وهو مع بعض وبنجري على اكل عيشنا، وان انا وهو نربي ولادنا احسن تربيه. لكن اقعد واقول مش معايا ومش لاقيه اكل، لا طبعا. طيب عايزه اسالك بقى، اتفضل. انت لما جيتي بقى تبتدي عايزه تنزلي الشغل، اقنعتيه ازاي او قلتيله ايه؟ لا يعني هو واقف، يعني طول ما احنا مع بعض في شغل واحد ما يعني لا مش بيعترض، طالما انا معاه. اصل احنا مهنتنا واحده، يعني ده شغلنا واحد. احنا ممكن للساعة 2 بالليل بنقعد نقشر شوية سلوك ونصفي شوية شغل زي ده كده، ده انت متصفي اهو، ده بنحن نقعد بنصفيه والنحاس والمباين و وريني ايدك كده. ايدي يا جماعة والله يعني مفيش حاجة اختم بيها معاكي غير الايد الشقيانة كسبانة. الايد الشقيانة زي ما حضراتكم شايفين اهو، دعاء بتصحى من الساعة 6 الصبح بتنزل على اكل عيشها، ومش همها اللي هي بتشتغل ايه، المهم اللي هي تجيب جنيه حلال. وطبعا يعني كلنا يعني فخورون بيكي جدا لدعاء، وكملي ربنا يخليك يا رب يا رب. يعني متابعي بوابه مصر 2030، زي ما حضراتكم يعني شفتوا معانا، بنشارك حضراتكم بالصور الايجابيه. يعني زي السيده دعاء بتشتغل في عمل الخرده وما همهاش كلام الناس،